خلينا نختم مع حضراتكم بالتصريحات اللي أدلى بها المتحدث الرسمي باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسي عيسى العياط خلال محاكمته في قضية تخابره مع جهة أجنبية دولة أجنبية. وطبعا هذا التناول اللي خرج من هذه الجهة حاب ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد. والمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية استنكر هذه التصريحات جملة وتفصيلا وقال إنها لا تليق بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة وأدان اللي تضمنته التصريحات من إيحاءات وتشكيك للافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري بما يعد محاولة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية والقفز إلى استنتاجات وهي لا تستند إلى أي أدلة أو أي براهين. المتحدث باسم الخارجية أكد أن مصر بتدرك أن مثل هذا التصريح المسيس الفج بيسير تصريحات مسؤولين بدولة معينة وكيانات بتستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان وهي يعني الحقيقة لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي للبقاء في السلطة باستخدام كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة وده جعلها ديكتاتوريات مستبدة قامت بتحويل بلادها لسجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند فضلا عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصيرهم ومن غير حتى أدنى محاسبة وبتكميم للأفواه وتضييق على الحريات الأساسية مع رعايتها طبعا هذه الدولة للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة.